تحدث الرائد الشيعة المالكي عن سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاعتقال والتهديد والإهانة في السجن والتي لاقاها على يد زملائه من الشرطة، فلنتابع. من وصلت هناك شدوا عيوني ثلاثة أيام، كل ما يأخذوني التحقيق شدون عيوني. طبعاً قانون وصول المحاكمات ممنوع تعصيب العيون للضابط، وهم يعرفون كل زين هذا الحكي. طيب ثالث يوم انضربت. ضربوك؟ هو درت تسأل ضربوك؟ انضربت بس بدون علم رئيس اللجنة التحقيقية. يعني ضرب وبدون ضرب علم مدير الشرطة. ضرب هواية لو فقط للإهانة. والله شدوا عيوني، يعني صافي هي ضربني ضربة كلش قوية على وجهي ثلاث مرات أربع مرات. راجديات؟ الشخص أنا عرفت أي راجديات؟ أي والله للإهانة. وهذا شوي مأذيني كلش. لفوا تهديدات، هاي هدية لك من البطاط. إذا هكذا يتم معاملة الضابط في الشرطة فكيف مع المواطن العادي؟